السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في ميكرو لالا بلوس. اليوم خرجنا لشوارع مدينة الدار البيضاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس. بغينا نسولو واحد السؤال الناس غادي يصادفوهم اليوم، باش كتميز المرأة المغربية على باقي نساء العالم؟ نشوفوا الأجوبة ديالهم. تبارك اليوم العالمي للمرأة يا كاين هاد السيمانة، وإن شاء الله شمن نهار ما عارفاش أين نهار. باش كتميز المرأة المغربية على باقي النساء ديال العالم كامل؟ على راسي، أنا بعدا على راسي العين، المنى مرأة، ختنا مرأة، الجوجة ديالنا مرأة، واللي كنتعاملوا معاهم عيالات. الكلمة اللي عند الراجل، عند المرأة ما عندش الراجل. دابا المرأة عندها الكلمة وعندها دارت معاك الوقت الوقت. كشريف كاين اليوم العالمي للمرأة هاد الاستمانة؟ ما فراسيش، ما عارفش اش من نهار ياك؟ لا سيدة باش ما تنساهاش. لا راه دات مقيدة، راه باقي الحال. أنا غندخل نقول للمدام، نقول لها 8 مارس راه اليوم ديالي. واش عارفة أنه كاين اليوم العالمي للمرأة هاد الأسبوع؟ نو أنا باقا ما عارفاش. واش خباركش؟ نو أنا تسقسيني على الغناء، تسقسيني على شي حاجة جات البارح، شي حاجة اليوم. نقول لك الحق المرأة ما عارفاش. اش من نهار في مارس؟ 5 مارس. 5 مارس؟ بلاشي. فبعدا بلا فيداليتي ديالها، مرأة بعدا فيا. وفيا و اش نقول لك؟ دابا الحمد لله راه تقدموا، ولات مرأة بيلوت، مرأة كتصوت بخيرة، مرأة فهمتيني كتقاف في اي بلاصة. كتميز المرأة المغربية، المرأة المغربية باش معروفة، المرأة المغربية باش مختلفة على باقي العيالات تاع العالم. تبعتها والحية والعراض والحشمة والحداقة والمعقول. من نهار؟ نهار بالضبط ما عرفتش. المهم كاين احتفال بالمرأة. لحد الآن ما لقينا حتى شي مغرب يعرف يمتى عيد المرأة. مستوى واحد هي والراجل، دابا ما كاينش فرق ما بيناتهم، كيتعاونوا على الزمان. المهم المرأة المغربية البوجور ديالي. المغربية كابابل، كاينة تقدر تعتمد عليها في أي حاجة. سواء كان راجل ما كانش راجل تقدر تعتمد عليها، تقدر تخدم على برا والداخل. حتى ماشي بحال العيالات الأخرين. القورية ما دخلتش دير داكشي اللي دير القورية، دير سكتو. اللي بغاو ياخذوا روسيا وفرنساوي يقول لي هذوك راه مكلخين، ياخذوا من بلادهم، من بلادهم غادي تهز ليها هذيك. غاتبان فيك هي الاولى، غاتبان فيك تقول السلام عليكم بحال بدات القميجه. دابا هذه المناسبه بغينا نسولوك، شنو كيميز المراه المغربيه على باقي نساء العالم؟ شنو باش معروف المراه المغربيه؟ المراه المغربيه معروفه بالقلب الحنون، القلب الطيب، بالحداقه، المراه هي الكل ما شاء الله. مغربيه بيان سور مغربي. الحداقه قلتي؟ القلب الحنين. القلب الحنين، الحداقه، الصبر. الصبر بيان سور. الجمال. تواضع الجمال. سيدي عافاك طلعوا لها مازال. الله يفضلها والله ينصرها، والله ينصرها على الحق، والله يقتلها في صباغتها، والله يحيها مزيان وتبعتها. سولك الشريف واش اخبارك؟ كاين اليوم العالمي للمرأة هاد السيمانة. ايه اخبارك؟ كاين اليوم العالمي 8 مارس. خير لقينا مغربي عارف. الصباح انا كنسولك قلنا ما عرفناش. لا كيفاش ما نعرفوش اليوم العالمي المراه ومواتنا مراه؟ واش الشيخ نحتفلوا به ضروري؟ مش بزاف تولد جوج ونفرحها، تكون تقول هذاك الراجل واحد النهار غادي يموت، انا اللي غنبلاصي في الدار. خاصها تكون متاهله بان ذاك المحل اللي مشى ذاك الراجل مات دينا الروضه، ماشي تبقى في الدار تبكي ولا تخربق. خاصها تجمع راسها وتبلاصي داك الراجل بجميع الميادين. تلعب جوج الادوار، تقدر تلعب الدور ديال الراجل والدور ديال المراه في جوج، يعني جوج مرات. كنشوفوا على مواتنا فهمتيني، الصبر والحداقه والجمال بيان سور. حتى هو يعني اجمل نساء العالم. وماشي اجمل نساء العالم عاوتاني، ولكن واه احتفل بي اجمل نساء العالم من الداخل. كلمه تقولها للمراه المغربيه؟ واه شنقول لكم؟ الله يخليكم لينا وصافي. الام وهي الام، يعني الام هي كل شيء. الام حنونه ما شاء الله، صبوره، كتصبر، تكبر الوليدات ديالها، تشقى في الدار، تخرج تخدم، عاود تجي. يعني المراه هي كل شيء. شنو تقولي لها بهذه المناسبه المراه المغربيه؟ نقول لها الله يطول في عمرك، والله يخليك ديما الفوق الفوق، وان شاء الله بالمزيد من التالق والنجاح في الحياه ديالها يا ربي. هذه 14 عام وانا هي معايا، جيبها من صراغنا، هي خدامه وانا ما خدامش. تصور القضيه، انا كنبيع ونشري وكنبريكولي، ولكن هي اللي عطاتني باش نخلص الضو. دابا اقسم لك بالله، انت كاين شي مره عطاتني راجل باش تخلص الضو؟ هذه هي المراه المغربيه. واحد الله، المراه المغربيه على راسي وعيني. تحيه للمراه المغربيه.
شكرا. يا سلام، انا جي ليها يا دنيا يا غرامي. ها الكلام الزوين، ورا الدنيا غرامي، راه على الدنيا ماشي.